عندي العجينة بتاعتنا عجينة بسيطة جدا جدا، دقيق وخميرة ومية. نقول المقادير: 4 كوبايات من الدقيق، يفضل يكون دقيق مخبوزات أو جميع الاستخدامات أو دقيق بيتزا. هنحتاج 2 كبار من الزيت ومعلقة كبيرة خميرة، هنحتاج كمان 2 كبيرة سكر، 2 صغيرة ملح، وحوالي 2 كوباية مية دافية يزيدوا أو يقلوا على حسب نوع الدقيق. دي كده مقادير العجينة، وأعتقد إن مفيهاش أي حاجة صعبة علينا، تمام؟ اما الحشوه بتاعتنا النهارده او هيبقى التوبنج بتاع الفطاير، عندنا 1/4 كيلو من اللحمه المفرومه، وعلشان نكتر الكميه كده وكمان ناخد طعم حلو، فهنحتاج كمان 2 كوباية من البصل المفروم، يكون مفروم ناعم، 2 فلفل رومي، تمام، 2 طماطم متقطعه صغير جدا بس بدون القشر بتاعها. هنحتاج كمان 1/2 كوباية من البقدونس المفروم، 2 معلقة صغيرة من الثوم المفروم، و1/2 معلقة صغيرة من البهارات السبعه، ملح وفلفل اسود. دي كده الحشوه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الحشوه برده مقاديرها بسيطه جدا، و1/4 كيلو لحمه هنعمل شويه فطاير حلوين جدا جدا. احنا بقى علشان ناكل بقى الفطاير الجميله دي هنحتاج جنبها سلطه كده لذيذه جدا، هتكون عباره عن بصل احمر متقطع جوانح رفيعه جدا، عندنا كمان كابوتشا متقطعه رفيع، طماطم متقطعه شرايح رفيعه، وكمان بقدونس مفروم بس كده طبعا، وملح وفلفل وسماق. فين السماق في الموضوع؟ انتوا حاطين طيب تمام، ده ضروري. يلا بينا كده، احنا قلنا المقادير كلها وتعالوا بينا علشان نشتغل. بس انا هطلب منكم طلب يا جماعه، نعموا لي البصل ده اكتر من كده شويه، تمام؟ احط لكم هنا، تعالوا خدوه وحاولوا تنعموه عن كده شويه. زي ما قلت لكم البصل هنا مفروم ناعم، فتعالوا بينا بقى نشتغل الاول في العجينه. وزي ما اتفقنا مقادير العجينه 4 كوبايات من الدقيق، يعني حوالي كده 1/2 كيلو من الدقيق. هحط الدقيق اللي احنا ناخلينه كويس في العجان او بايدينا لو مش متوفر عجان، نعجن على ايدينا، وابتدي احط عليه بقى ايه، عندي الخميره والسكر، تمام، وكمان الملح. تعالوا نقلب المكونات الجافه دي مع بعض، اللي هي خميره وسكر ملح ودقيق، بس كده هحطهم واقلبهم. بسم الله. وبعد ما الاقي المكونات كلها خلاص امتزجت مع بعض، تعالوا نحط ايه، الميه الدافيه، والميه لازم تكون دافيه، لا هي سخنه قوي ولا هي ساقعه قوي، احنا في فصل الشتاء والميه البارده كمان هتخلي العجينه ما تخمرش لمده طويله جدا جدا، فعشان كده لازم الميه تكون دافيه بس ما تكونش سخنه قوي علشان ما تموتش معانا الخميره. هننزل بالميه تدريجيا حبه بحبه، لان كميه الميه هنا ال2 كوباية دول هيبقوا كتير شويه، فهنراعي ده ونخلي بالنا وننزل حبه بحبه. يبقى العجينه اخذت معايا حوالي 1.5 كوباية مش اكتر من كده، تمام. عندي كمان 2 معلقة من الزيت، في نص وقت العجن بحط 2 معلقة من الزيت واكمل عجن لغايه ما العجينه تبقى معايا عجينه ملسه ناعمه مطاطيه، تمام، ما بتتقطعش كده ومفرفته وتكون طريه، تمام. فتعالوا بينا يلا نكمل كده واحنا بنحط 2 معلقة الزيت.
عايزه اوريكم شكل العجينه. تمام، هي طبعا كده لطيفه جدا بس لسه محتاجه شويه عجن. تمام، محتاجه تعجن حوالي 10 دقائق، وعلشان وقتنا فانا هكتفي بكده. خلاص العجينه لمت معانا وتمام التمام، وبقت عجينه كده ناعمه وملسه وزي الفل. خلاص باخد العجينه بتاعتي احطها في طبق غويط، ادهنه دهنه خفيفه بالزيت، وادهن وش العجينه كمان بالزيت، واغطيها ببلاستيك وفوطه نظيفه، واحطها في مكان دافي. ممكن احطها في الميكرويف، اسيب الباب بتاعه مفتوح علشان الـ نقول ايه، اللمبه بتاعت الميكرويف دي بتطلع حراره فهتخليه يخمر، او ان انا اشغل فرن دقيقه دقيقتين واطفيه وادخل العجينه علشان تخمر فيه، وده بيساعدني خصوصا في السقعه ان العجينه تخمر قوام. تعالوا بينا بقى نعمل الحشوه. على ما العجينه تخمر، يعني كده خلاص عجنت، احطها في طبق غويط واغطيها علشان تخمر، وعلى ما تخمر تعالوا بينا بقى ايه، نقطع البصل، نقطع الطماطم والفلفل والبقدونس، واجهز المكونات كل ده والعجينه بتخمر استثمارا للوقت. تمام، يبقى انا وانا في البيت بعجن العجينه اول حاجه، وبعد كده ببتدي اجهز المكونات بتاعه الحشوه واعجنهم مع بعض علشان استثمر الوقت بتاع تخمير العجينه. فتعالوا بينا كده، يلا نجيب طبق غويط. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي بقى، عايزه اوريكم البصل احنا فرمناه ناعم اهو، وده المطلوب. بصوا مش مبشور طبعا، متخرط بس متخرط ناعم، وده اللي احنا عايزينه. تمام، يلا يبقى هنفضي كده البصل، هفضي كمان الطماطم، ويفضل ان انا برضو اصفيها من ميتها، مش عايزه يبقى فيه سوائل كتير بالشكل ده. ليه بقى؟ علشان ما تطريش معايا العجينه وتبوظها. يبقى انا كده حطيت البصل، حطيت الطماطم، ادي البقدونس، عندي فلفل، كل الحاجات دي هتدي طعم، وفي نفس الوقت هتكتر كمية اللحمة علشان ناخد كده ايه، شوية فطاير خطيرة وكتيرة. بهارات اللحمة، فص الثوم المفروم، ما ننساش طبعا نظبط الملح، وكمان الفلفل الاسود. عندي هنا بقى اللحمة زي ما انتم شايفين، فعلا هو ربع كيلو ممكن اقل كمان. وتعالوا بينا نعجن المكونات دي مع بعض. عايزه احط هنا معلقه دقيق. ليه بقى؟ علشان لو في سوائل في الخلطه اللي احنا عاملينها دي ما تعملش ميه وتبوظ لي الفطاير بتاعتنا. فمعلقه دقيق او معلقه طحينه، الاثنين هيبقوا حلوين جدا. واقلب، ودي اكتبوها في المقادير يا ريهام لو سمحتي. تمام، بس كده، وبكده تكون الخلطه جاهزه عندي والدنيا زي الفل. طيب تعالوا بينا بقى، عجينتنا خمرت، وبعد ما خمرت قطعتها كور متساوية الحجم، ده على حسب انا محتاجة الفطيرة هيكون حجمها قد ايه. عايزاها ميني فهقطع كور صغيرة، عايزاها كبيرة فطير كبيرة فقطعها كبيرة، وسط زي ما انتوا عايزين. التقطيعة دي والحجم ده بتاعكم انتوا. فهنا بقى احنا مقطعينها اهو عشان نطلع لنا كده قد ايه، قد رغيف العيش اللي بقى بالشكل ده. تمام، فتعالوا بينا بعد ما قطعناها وغطيناها كده، لازم لازم العجينه تتغطى بالشكل ده، ما ينفعش ابدا اسيبها مكشوفه، علشان وشها لما بيتعرض للهواء بينشف، ولما بنيجي نفردها تلاقيها مشققه وعامله كده شكل مش حلو. فعلشان تتلاشي الموضوع ده لازم العجينه في كل وقت من اوقاتها وكل مراحلها تتغطى ببلاستيك وبعدين فوطه نظيفه. طيب تعالوا بينا بقى نجيب ايه، نجيب النشابه بتاعتنا، نجيب الدقيق، ونجيب الصاج.
وصاج الخبز يفضل ان يكون من الالومنيوم، وندهنه دهنه خفيفه من الزيت. معلقتين زيت، ونبتدي نوزعه. تمام جدا. طيب خلاص جهزنا. في التوقيت ده وانت شغاله في البيت، اول ما تبتدي كده انك انت ايه خلصتي الحشوه وهتبتدي تكوري والكلام ده كله، لازم تشغلي الفرن وتخليه على اعلى درجه حراره، علشان على بال ما تكملي وتفردي وتشكلي وتحطي الحشوه يكون خلاص الفرن سخن تمام التمام. يبقى درجه حراره الفرن على درجه عاليه جدا، اعلى درجه عندك في الفرن ولتكن مثلا زي عندنا هنا 250 اعلى درجه، فلازم تكوني معليه درجه الحراره. الشبكه اللي بتتحط في النص هننزلها اقرب حاجه للارضيه، ويلا بينا بقى علشان نشتغل وندخل نخبز. في حاجه مهمه جدا، لو انت حباها الفطاير تكون رقيقه كده زي البيتزا الايطالي، فما تسيبهاش تخمر تاني بعد التشكيل. طب انا عايزاها منفوشه كده وعاليه شويه، يبقى هنخمرها تاني بعد ما نحط عليها اللحمه. دي بقى ليكم فيها برضو مطلق الحريه. تمام، تعالوا ندي رشه كده من الدقيق ونبتدي نفرد. ممكن ندي رشه بسيطه كده من فوق، ويلا ونشبها كده وهنبتدي نفردها. لازم درجه حراره الفرن تكون عاليه، والفرن لازم يكون سخن يعني اخذ وقته في التسخين كويس جدا علشان الفطاير ما تنشفش مننا، خاصه ان احنا هنعملها رفيعه، عايزه يا دوبك تدخل يا دوبك تخرج. بالشكل ده تمام. وعلشان ما احطش عليها اللحمه هنا وارجع اشيلها فتبوظ مني، فالافضل ان انا اروح احطها بقى في صاج الخبز وهي فاضيه. تعالوا نعمل الثانيه عشان ندخل الصاج على بعضه. طبعا العجين لما بيكون خمر كويس وارتاح كويس، اولا بيسهل عليا عمليه فرده، وثانيا بيطلع معاكي النتيجه 10 على 10. فدايما راعي كده، ادي كل حاجه وقتها. تقولي لي طب اعرف منين ان هو خمر ولا مخمرش؟ طبعا لما نحط العجينه في الطبق ونسيبها بتبقي عارفه العجينه بتاعتك كانت قد ايه، الكوره كانت قد ايه في الطبق بتاعك. اول ما تلاقيها زادت وضعفت ومالت الطبق كده، يبقى هي كده خلاص خمرت وبقت زي الفل. ودي اهم حاجه في الموضوع، انك انت تستني لما يتضاعف حجمها، ما تبخليش عليها بوقت التخمير. كده احنا خلاص فردنا دي كمان، هجيبهم قدامي بقى كده زي الفل. وناخد بقى من الحشو، والحشو عندنا زي ما اتفقنا اهي جاهزه، وحطينا لها كده معلقه دقيق هتربط معانا المكونات مع بعض كده وتمتص اي سوائل بزياده. يبقى الطماطم اللي بنحطها راعي انك انت تشيلي منها البذر، هناخد اللحم بس. تمام، يعني بصوا رغيف محترم مشبع، في مكونات كتيرة حلوة قوي، يعني حطينا اللحمة وحطينا كمان خضار مع العيش، فانت مش محتاجة حاجة تاني والله. بس احنا برضو هنقدم معاه شوية خضار فرش كده علشان يبقى ايه الدنيا تمام، واخدنا القيمة الغذائية كلها. كده خلاص زي ما انتم شايفين كده بقينا جاهزين. وزي ما قلتلك في حاجتين ممكن تساوي بيهم، او في طريقتين. الطريقه الاولانيه لو انت عايزه تاخديها بشكل البيتزا الايطالي اللي هي رفيعه وما تكونش ايه عاليه، فعلى طول اول ما نخلص بالشكل ده
جري على الفرن علشان نسوي اعلى درجه حراره، الشبكه قريبه جدا للارضيه. طيب انا لو محتاجه ان انا عايزاها عاليه شويه منفوشه شويه، يبقى انا هستنى عليها بتاع ربع ساعه نص ساعه واروح خبزاها، ده هيفرق ده عن ده، دي هتديكي شكل ودي هتديكي شكل تاني. ايه رايكم تعالوا ندخل دي كده على طول ونشوف شكلها ايه، ونعمل واحدتين تانيين نسيبهم يخمروا وبعد كده نبقى نخبزهم. محتاجه ان انا انزل الشبكه زي ما قلت لكم اقرب حاجه للارضيه. الفرن بتاعنا شغال بقاله فتره ودي اهم حاجه. تمام. في حاجه كمان، في اضافه ممكن تضيفيها، يعني بعد ما تلاقيها كده اتشمعت في الفرن اديها رشه جبن على الوش، دي طبعا اختياري انا مش هعمل كده النهارده، انا هسيبها زي ما هي، بس ده يعني اضافه ليكم لو انتوا حابين تعملوها. هندخل ونسيبها تستوي. تمام. مفروض ما تقعدش يعني 8 دقايق 10 دقايق بالكتير جدا ونطلعها على طول، ده هيكون وقت تسويه مثالي، طبعا لو اقل من كده يبقى افضل اكيد. الفطاير بتاعتنا في الفرن بتستوي. اول ما لقيتها خدت لون كده من تحت لطيف، يلا على طول رفعتها تحت الشوايه عشان تاخد لون كمان من فوق، ولون بسيط كده مش عايزينها تبقى غامقه. تمام. فانا حطها كده دقيقتين بالظبط او اقل كمان وهطلعها علشان تبقى جاهزه للتقديم. طيب يلا بسرعه نجهز بقى السلطه اللطيفه اللي هنقدمها معاها. تعالوا هنا عندي هنا البصل الاحمر، طبعا ده افضل بصل للاكل، فادي البصل الاحمر احط له كده معلقتين من السماق، وعندنا الملح والفلفل، هدعكوا كويس، يبقى السماق مع البصل الاحمر وملح وفلفل هندعكهم مع بعض كويس قوي. تمام. بصوا لون البصل، بصوا ما شاء الله تحفه. نحط له بقى بقدونس نقلل من حده كده الطعم بتاعه، مع الطماطم كمان، عندنا كابوتشا، والسلطه دي مع اي مشويات كمان هتبقى تحفه، والحواوشي والحاجات الحلوه دي هتبقى خطيره. ادي إيه السلطه بتاعتنا بقت جاهزه، سلطه البصل الاحمر كده بالسماق اهي خطيره، ريحتها كمان حلوه جدا، تقدر تديها عصره ليمون، بس هو السماق صراحه بيقوم بالواجب لانه طعمه كده فيه حامض شويه، بس انا بتكلم على عصره الليمون علشان نستفيد بقى من الفيتامينات اللي معانا هنا وما تاكسدش. بس كده خلاص خلصنا وجهزنا، تعالوا نطلع بقى بسرعه اللي في الفرن. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله. فاكرين كميه اللحمه كانت قد ايه؟ كانت بسيطه جدا جدا، ولا كشت ولا صغرت ولا الكلام ده كله، الدنيا طالعه ما شاء الله مظبوطه قوي قوي، الشكل تحفه والريحه مش قادره اقول لكم على جمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا اللون من تحت. مين معايا بقى؟ محمود. بصوا كده تحفه خطيرة. طيب عايزاها تفضل طرية شوية ما تنشفش مني، علشان كده الولاد لما يجوا ياكلوها يعملوها زي الساندوتش كده واحط لهم عليها كمان الخضار ده، نعمل ايه نعمل ايه؟ يبقى لازم نغطيها على طول. جبتوا لي اكياس ثلاجة مفتوحة؟ هو الافضل تجيبوا لي اكياس ثلاجة مفتوحة يا جماعة، كيس ثلاجة مفتوح، فوطه، بس انا بفضل طبعا الكيس علشان الفوطه ما تتبقعش، فهنحط كده كيس ثلاجه مفتوح وفوقيه فوطه ونسيبهم بس ايه يا دوبك دقيقتين اتنين بس عشان تتاكل سخنه، بس تكون خلاص بقت طريه معانا. في الفاصل انا جهزت اتنين تانيين اهو، بصوا كده معايا، وقلت لكم ان انا هسيبهم يخمروا شويه ونروح مدخلينهم يستوي عشان نشوف الفرق ما بين اللي استوت على طول بدون تخمير مره ثانيه واللي هتخمر مره ثانيه. فخليها متغطيه كبيره ولذيذه، تقدري بقى تقسميها نصين كده وتحطي فيها الخضار اللي احنا عملناه، البصل بالسماق، وبالف هنا وشفا. زي ما قلت لكم بصوا الحجم كبير ما شاء الله. تمام. تقدري كمان تعملي، احنا عاملين كده حوالي اربع وحدات بالحجم ده،
طبعا وانا مزوده الحشو قوي، فتقدري تقللي شويه كمان وتصغري الحجم، يعني طلع معاكي مثلا 6 8 على حسب بقى. فدي كانت وصفتنا خطيره بالخضار اللي هيتقدم جنبها وبالف هنا وشفا. كنا شكلنا او عملنا 2 من الفطاير وسايباهم يخمروا، علشان اوريكم الفرق ما بين الفطاير اللي استوت مجرد ما احنا حطينا عليها اللحمه ودخلناها الفرن، وما بين اللي حطينا عليها اللحمه وسبناها تخمر شويه. فخليها متغطيه وخمس دقايق كده وندخل على طول الاول على الارضيه وبعد كده فوق علشان تاخد لون. تمام بقى دلوقتي بس هنطلعها تاخد لون من فوق، مش عايزين ننساها، يا دوبك دقيقه واحده ونخرجها على طول. طيب فين 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 عشان تبان معانا؟ هنا. هتلاحظوا ان المرتفعه الفطيره نفسها عاليه طالعه هشه لفوق غير التانيين. بصوا رفيعين ازاي، دي اللي احنا عاملينها مع بعض. فين فين دي اللي احنا عاملينها مع بعض على الهواء. هاخدها جنب دي واوريكوا ان دي قد ايه عاليه ودي قد ايه مسطحه. باين الفرق ولا؟ طبعا مش هقدر امسك دي لانها مولعه. بصوا شايفين دي رفيعه جدا اهي. تمام بصوا بقى على اللي في الصينيه، هتلاقوها مرتفعه عاليه خالص اهي وهشه تحفه. ده الفرق بقى من اني اخبز على طول او ان انا اسيبها تخمر مره تانيه، وفي كلتا الحالتين هما الاثنين حلوين جدا جدا.